فيصل يتوصل إلى مشروع اتفاق مع كليمانسو والشعب يرفض. هنا عندما علم فيصل بهذا الاتفاق رفضه رفضا قاطعا، ولكن بريطانيا أقنعته بضرورة التواصل مع فرنسا، وتوجه فيصل إلى باريس واجتمع مع رئيس وزراء فرنسا كليمانسو، وعقد معه اتفاقا عام 1919 عرف باتفاق فيصل كليمانسو. ما مضمون اتفاق فيصل كليمانسو؟ هنا كل من فيصل وكليمانسو التزموا بعدة أمور عرفت بالتزامات فيصل وكليمانسو. أولا، ما هي التزامات كليمانسو؟ أول التزام التزم به سوف يلتزم به كليمانسو هو ضمان فرنسا الاستقلال الذاتي لسوريا الداخلية. هنا إذن تلتزم فرنسا بضمان الاستقلال الذاتي لسوريا الداخلية، لاحظوا سوريا الداخلية وليست سوريا كلها، إنما سوريا الداخلية يعني تشمل دمشق وحمص حماة، سوريا الداخلية بعيدة عن الساحل. كذلك تلتزم فرنسا أو يلتزم كليمانسو بتقديم المساعدة إلى سوريا. إذن أمران سوف يلتزم بهما كليمانسو في هذا الاتفاق. الالتزام الأول ضمان فرنسا الاستقلال الذاتي لسوريا الداخلية. التزام الثاني التزام فرنسا بمساعدة سوريا الداخلية. هذه التزامات كليمانسو، ولكن بالمقابل في عندي التزامات سوف يلتزم بها فيصل. ما هي؟ واحد، الاعتراف أو يلتزم بالاعتراف باحتلال فرنسا لبنان وساحل سوريا. إذا قال فيصل ما في مشكلة، نلتزم وأتعهد بالاعتراف أن فرنسا تأخذ ساحل سوريا وتأخذ من لبنان. كذلك يلتزم فيصل أن الخبراء الذين سوف يطلبهم في مشروعه في سوريا الداخلي يكون حصرا من فرنسا. إذن الخبراء العسكريين، خبراء المدنيين سوف يقوم فيصل بطلبهم من فرنسا. فإذا هذه هي التزامات فيصل كليمانسو. رفض فيصل اتفاق الفرنسي والإنجليزي وأقنعته بريطانيا بالتفاوض مباشرة مع فرنسا، واتجه إلى باريس وعقد مع كليمانسو اتفاقا عرف باتفاق فيصل كليمانسو عام 1919. ما هو مضمون اتفاقية فيصل كليمانسو عام 1919؟ أولا، التزامات كليمانسو الداخلي. كليمانسو، واحد، ضمان فرنسا الاستقلال الذاتي لسوريا الداخلية. اثنين، التزام فرنسا مساعدة سوريا الداخلية. ما هي التزامات فيصل؟ الاعتراف باحتلال فرنسا لبنان وساحل سوريا. أربعة، طلب فيصل الخبراء من فرنسا لتنظيم الإدارة المدنية والعسكرية. هل برأيكم هذا الاتفاق سوف يرضي الشعب أم لا يرضيه؟ أستاذ لا، لا يرضي. طبعا لا. لماذا؟ لا، أنا في عندي هون اعتراف باحتلال فرنسا لبنان وساحل سوريا، فرفض الشعب هذا الاتفاق وقامت عدة مظاهرات منادية بالوحدة والاستقلال. إذن موقف الشعب من اتفاق فيصل كليمانسو قام برفضه رفضا قاطعا، وقامت عدة مظاهرات في دمشق نادية بالحرية والوحدة والاستقلال. إذن فهذا هو مضمون فيصل اتفاق فيصل كليمانسو. أحد الأسئلة يا طلاب على هذا الاتفاق؟ لا أستاذ، يعطيك العافية. واضح؟ واضح أستاذ. إيه أستاذ واضح، يعطيك العافية. أستاذ هلا هذا السؤال بالفحص بدي يجينا قارئ ولا سؤال؟ يجينا موازني. تمام؟ مثلا موازن بين اتفاق فيصل كليمانسو واتفاق جورج كليمانسو، بصير لما بصير؟ يصير أستاذ، يعطيك العافية. تمام. موقف الشعب السوري أثار هذا الاتفاق النقمة، النقمة الشعبية على فيصل. قامت المظاهرات في دمشق نادية للوحدة والاستقلال. رفض الشعب السوري اتفاق فيصل وبادر إلى عقد المؤتمر السوري العام في آذار عام 1920.